اختتمت فعاليات سوق الإنتاج المصاحب لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في النسخة 16، حيث احتضن كوكبة من الفنانين والمثقفين والمتخصصين في الشأن الإعلامي. وطرحت خلال فعاليات سوق الإنتاج عدد من المواضيع الجوهرية التي تخدم الإعلام العربي عامة والخليجي بصفة خاصة، إضافة إلى تبادل الأفكار والخبرات فيما بين الدول المشاركة، فضلا عن طرح أحدث التقنيات الحديثة التي تخدم المشهد الإعلامي الحديث. أفكار خلاقة وإبداعات خليجية وعربية احتضنها سوق الإنتاج المصاحب لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون على مدار 3 أيام، نوقش فيها العديد من المواضيع الجوهرية المرتبطة بالمجتمع الخليجي والعربي والتقنيات الحديثة في مجالات البث والإنتاج الإعلامي. فهذا الملتقى بما ضمه من خبراء ومتخصصين كان منصة نموذجية وشاملة للارتقاء بالقطاع الإعلامي في المنطقة. الفترة يعني خلال هذه الاجتماعات وخلال هذه الدورة نكتشف حقيقة كثير من المواهب الجميلة في الإذاعة والتلفزيون، وإن شاء الله يعني تتوج هذه الأعمال الجميلة في دول الخليج بالنجاحات وأخذ الخبرات وأخذ ما يحقق المراد. الآن إحنا نلاحظ ما شاء الله في هذه الدورة ما يميزها حقيقة هذه الندوات، وأيضا عملية الشراكة في كثير من ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. أعتقد هذه المهرجانات مهمة جدا للتلاقي، للبعد الرؤية المستقبلية للعمل الإبداعي في دول مجلس التعاون، تبادل الخبرات، كل هذه المسائل نحاول أن يكون إطارها إطار التعاون المشترك، سواء كان في الدراما، سواء كان في المسرح، سواء كان في البرامج الحوارية، أو كان سواء كان في السينما. حبينا كتير السوق، دايما حبينا نكون متواجدين هون لحتى نكون قراب ونرجع نلتقي بكل التلفزيونات الحكومية، لأنه بعتقد السوق تبع البحرين هو السوق الوحيد بالمنطقة العربية وين فينا نلتقي مع التلفزيونات الحكومية تبع بلدان الخليج العربي. هذا المهرجان بفعالياته المتخصصة ركزت على سبل تطوير صناعة الإعلام العربي ورفع كفاءتها، لا سيما مع التركيز على الإعلام الجديد وإبداعات الشباب، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعرف على التقنيات الحديثة في مجالات البث والإنتاج الإعلامي. لما نحن نقابل العالم هاي وجه لوجه هو بيكون أسهل، إنه كمصداقية وكبيعرف عم الشخص مع مين عم يشتغل ومع مين رح يعمل هذا الديل، فبتحسي أقرب وأسهل وأسرع يعني بيسهل الأمور أكثر. طبعا نلتقي بالبوثات اللي موجودة في الملتقى وفي المهرجان، ناخذ أفكار متنوعة. يعني عندك مثلا في دولة الإمارات العربية المتحدة عندهم عن البرودكاست، فإحنا استفدنا من هذه الأفكار الموجودة عندهم، التقينا بممثلين وممثلات وأعطوا رأيهم في التعليم وأخذوا فكرة عن ما تقدمه قنواتهم. فدائما حلو أن نلتقي مع أشقائنا من دول مجلس التعاون، نشوف الابتكارات اللي وصلنا لها في هذا الإعلام، في هذا المجال المتجدد دائما واللي دائما يعني يواجه الكثير من التحديات عشان يكون مواكب للعصر. فتواجدنا في هذا المهرجان ووصولنا إلى آخر أيامه، هذا شيء فتح عيوننا أمام أشقائنا من دول مجلس التعاون على الابتكارات اللي وصلوا لها في مجال الإعلام. هذا التجمع الخليجي والعربي يعد فرصة ذهبية للإعلاميين والمبدعين من الشباب للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الإعلامي والتعرف على الخبرات المتنوعة للإعلاميين المخضرمين في هذا القطاع. فعاليات متنوعة، مواضيع جوهرية قدمها المشاركون في سوق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني خلال الأيام الماضية، تميزت بالتركيز على محاور مهمة لامست أهم الموضوعات المتصلة في هذا القطاع. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.